الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وعنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لا نعلم، وفهمنا فإنا لا نفهم، وفقهنا فإنا لا نفقه، وحفظنا فإنا لا نحفظ. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تشغلنا عنك بشاغل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي وحاشية الإمام العجمي وتعليقات الشيخ محمد عوامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن بهم وعنا معهم. وسقى الله ثراهم صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنهم أعالي فراديس الجنان مع سيد ولد عدنان، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكنا نقرأ في بحوث تتعلق بمعنى كلمة الحافظ، ووقفنا عند عبارة الحافظ ابن حجر، قال في صفحة 60 في الطبعة بتاعت الدكتور عوام، وسأل شيخ الإسلام ابن أبو الفضل ابن حجر وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي، فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ، وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك أو قليل المخالطة. وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي، الحافظ الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفي بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى لشيوخ شيوخ شيوخه فهو أسهل، لمن جعل فنه ذلك دون غيره، من حفظ المتون دون غيره من الفنون الأخرى، حفظ المتون والأسانيد، ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر.
فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة واحد بس، فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ وكم من حافظ وغيره أحفظ منه انتهى. نقرأ بقى كلام ونعلق عليه وتعليق الشيخ عوام. قال: وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي فقال، يقول هنا المعلق الشيخ عوامة: السؤال والجواب جاء في المجموع الخطي الذي تقدم ذكره قريبا في التعليق على ضبط المزي، وأنه كله بخط الحافظ البوصيري. وهو السؤال الحافظ البوصيري غير صاحب البردة، البردة ده رجل من أولية، أما الحافظ البوصيري هذا الذي كتب كتاب إتحاف المهرة بزوائد المسانيد 10، ماشي. وهو السؤال 5 من 6 أسئلة رفعها الحافظ إلى شيخه العراقي، وهو أيضا في المجموع الذي طبع بعنوان أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني باختصار وبعض مغايرة وما بين المعقوفين القوسين يعني من المخطوط والمطبوع. وذكر الولي العراقي هذا الجواب في الأجوبة المرضية وصدره بقوله: وسئل والدي رحمه الله تعالى، ولم يذكر السائل وهو الحافظ ابن حجر، وفي مطبوعته خلل وتحريف. طيب، فقال سؤال الحافظ ابن حجر: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ يعني يتفاوت ببعض الصفات دي نتيجة تقدم الزمان، إن الزمن متقدم وملكة الحفظ بتقل، ها؟ فما تلاقيش في الدنيا كلها يمكن من أولها لآخرها زي البخاري رضي الله عنه وأرضاه، عجيب. حتى كان شيخنا الشيخ المطيع يسميه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو معجزة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حفظه. فأي مع نقص الزمان تتأدى أن الكفاءات بتقل في الحفظ، ماشي. يعني في زمان قيل أن الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 سند، 1,000,000 سند، والذي بين يدينا لا يتعدى 43 أو 47 ألف سند من 1,000,000. شوف بقى دي النسبة، ها؟ فده نوع من قبض العلم، إلا أن الشريعة محفوظة بوجود إيه؟ الأصول. فأجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ، وغلبته في وقت آخر، إن الوقت بيؤثر على هذا، بل الأشخاص والأمكنة والأزمنة، ها، والأحوال تؤدي إلى اختلاف درجة الحفظ. يعني سمعنا في هذا الزمان الذي يحفظ مسند أحمد يبقى حافظ، مسند أحمد فيه 27 ألف حديث مثلا، خلاص، أو 47 حاجة زي كده، يعني أعداد قليلة يعني. وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك، الواصف له بأن حافظ، هل كثرت مخالطته لمن وصفه بأنه حافظ، ولا قلت مخالطته له، أو قليل المخالطة؟ ما بين قوسين قال أنه إيه من نسخ إيه، وفسر هذه الغلبة من عندي بقوله: وغلبته، يعني بنقصه في وقت آخر. الرتبة قليل أو كثير المخالطة دي بتؤدي إلى إيه؟ الكثير المخالطة هيكون أقرب، ها، في الحكم على الحافظ بأنه حافظ، ها، وأتقن، بخلاف من قلت مخالطته لذلك الشخص الذي يحكم عليه. وكلام المزي فيه ضيق، أي تضييق على رتبة الحافظ، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي، الحافظ الدمياطي صاحب كتاب المتجر الرابح، خلاص. وقلنا المرة السابقة أنه إيه
هو الكتاب التالي بعد رياض الصالحين، المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح أو المكمل لرياض الصالحين. وأما كلام أبو الفتح فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة، بأن ينشط أي الحافظ ده بعد ما عرف شيوخه وكتب عنهم، زي ما تكون كتب عنه ثبت، زي ثبت ابن العجمي، ها، بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق، يعرف الطبقة شيوخه كلهم، وبعدين يعرف طبقة شيوخ شيوخه أوسع، لأن كل شيخ من شيوخه له مجموعة من الشيوخ، وبعد كده ما فوق ذلك إلا طبقة شيوخ شيوخ شيوخي. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، خلاص. فكان الأمر في ذلك الزمان المتقدم أسهل باعتبار تأخر الزمان، أن في طبقتين بس، والصحابة والتابعين أو أتباع التابعين. لكن الآن ده بينك في بعض الدرجات 24 طبقة حتى تصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اكتفي بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى اللي هي الطبقة الثالثة من شيوخه، فهو أسهل، أي أسهل لإعطائه رتبة الحافظ. لكن لا يكتفى بذلك طبعا، لمن جعل فنه ذلك دون غيره، لكن لازم يعرف الطبقات كلها، وخصوصا ممن يروي عنهم بأسانيده، فيعرف الجرح والتعديل بالنسبة لإيه؟ للخامس والسادس والعشرين، ها، من شيوخه. لازم يعرف الجرح والتعديل طالما أنه يروي عنه، عشان هيحكم على الحديث، ماشي. فهو أسهل لو عرف إيه اللي هو الطبقة، ثلاث طبقات فقط، لمن جعل فنه ذلك دون غيره. لمن جعل فنه دون ذلك، أي فن الحفظ والجرح والتعديل والرجال دون غيره من حفظ المتون، ده أيضا بالإضافة إلى، عشان يوصف بالمحافظ، يبقى دون غيره أي بالإضافة إلى. دون غيره هنا معناها بالإضافة إلى حفظ المتون والأسانيد، ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم، والمعمول به من غيره، ها، يعني الصحيح من الضعيف، ودرجات الحديث ورتبه، ها، والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء واستنباط الأحكام. فهو أمر ممكن إن ثلاث طبقات نكتفي بها مع هذه المعارف، يبقى أمر ممكن عشان يوصف بأنه حافظ، ماشي، بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع، لو يحفظ كل الطبقات بقى ويزداد في العلم، أو يكون دي بقى اختلافات في رتبة الحافظ، كل مسمى حافظ، لكن في واحد رتبته عالية جدا، ها، أمير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وواحد تاني يدوبك لسه يدوبك وصل لرتبة درجة الحفظ أو رتبة حافظ. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. الله. قال: فإن صح، الشيخ عوامة قال إيه؟ وليس بصحيح، كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، فعلى هذا المعنى يبقى صحيح طبعا، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه، انتهى. يقول الشيخ عوامة: أولا في الجواهر، قال الشيخ ابن العجمي، وفي الجواهر أيضا عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنه يولد في كل 70 سنة من يحفظ كل شيء، انتهى. الله الله الله. في الجواهر كلام ابن العجمي، عن الزهري عن عكرمة، أي الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر، عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنه يولد في كل 70 سنة من يحفظ كل شيء. جميل الكلام ده، مظبوط، بس بيرتب إيه؟ أحفظ أعلم أهل الأمة، ها، المجتهد المطلق، ها، الحافظ أعلى الحفاظ، أمير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فده ممكن،
لكن في أدنى منه مجتهد أيضا مطلق، لكن لا يكون وصل إن هو يكون هو إيه باعتبار أهل التصوف الوارث المحمدي، ها، قطب الزمان في العلم، ماشي، قطب الوجود في العلم، هو أعلم أهل الأرض، أعلم من يحفظ كل شيء. ذكر ذلك في قصة لأبي محلم محمد بن هشام بن عوف الشيباني المتوفى سنة 45 و200 مع سفيان بن عيينة، ظهر فيها لسفيان حافظة عجيبة مع أبي محلم، كان سفيان أمير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمتنع أن يكون في عصره مئات الحفاظ أيضا، فذكر له هذا الأثر وقال في آخره: أراك صاحب السبعين. أنت ابن السبعين دي، يعني أنت صاحب السبعين سنة دي. ومصدره فيها المرزباني، وكأنه في القسم الذي لم يطبع من كتابه معجم الشعراء، وذكرها عن المرزباني الشارح في بغية الوعاه أيضا الإمام السيوطي، وفي لسان الميزان للحافظ ابن حجر في ترجمة صاعد بن الحسن الرباعي الأديب الأندلسي المشهور قصة تشبه هذه القصة، وفي آخرها هذا القول منسوب إلى الزهري: كل 40 سنة، على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منسوب إلى الزهري وأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أي متصل الإسناد، وأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأعقب الحافظ بقوله: هذا الحديث لا أصل له، من حيث كونه حديث، من حيث كونه حديثا خلاص، وإنما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من كلام الزهري، يعني ده من كلام الزهري نفسه، ولم يصح أيضا عن الزهري، فإنه ذكره في ترجمة الوليد بن عبيد الله، فقال: روى عثمان بن رجاء عن محمد بن بشير ابن عطاء ابن مروان الكندي عن الوليد بن عبيد الله، ومحمد بن بشير المذكور ضعيف، وما بين الهلالين من الجرح والتعديل. طيب، يبقى هم يعاملوا نقول نصوص العلماء كما يعاملوا نقول نصوص الشارع، يضعفوا الرواية ويصححوها ويجيبوها لها إسناد ملاش إسناد تبقى موضوعة، لكن هيعتبرها برضو، لأن إيه؟ كما يعتبر كلام الشارع، ماشي، يعتبرها، يعني إيه قصدي؟ يعني لو طلعت حديث ضعيف لكن مندرج تحت أصول الشرع أو له توابع، ها، متابعات وشواهد تقويه، أو متابعات وشواهد لنفس الحكم وهي صحيحة ونستغني عن الضعيف، خلاص يبقى الأصل المعنى والحكم صحيح. ولذا ترى الحافظ العراقي قال: فإن صح، لما نقل الحافظ العراقي هذا الكلام قال: إن صح، ها، يبقى يقول هو ضعيف، وإن صح، دايما عادة العلماء كده، إذا ورد حديث يقول ضعيف أولا ويقول إن صح فعلنا كذا، يعني يترتب عليه حكم ويبين الحكم الموافق للمعنى الضعيف ده، وأنه من أصول الشريعة يعني. ولذا ترى الحافظ العراقي قال: فإن صح، والذهبي قد نقل تضعيفه في الميزان، ميزان الاعتدال الذي اختصره الإمام ابن حجر في لسان الميزان، وصدره بقوله: تكل ما فيه، بقوله اللي هو محمد بن بشير المذكور انه ضعيف، قال: تكل ما فيه، ونقل فيه الجرح فقط، اما ابن حجر في اللسان فزاده قول البغوي: كان صدوقا. الله الله الله. وعلى كل، فان توقف الحافظ العراقي هو السديد، والله اعلم. هنا كان الشيخ يميل للتشديد. ولذا ترى الحافظ العراقي قال: فإن صح، والذهبي، يبقى الحافظ العراقي بيقول إنه كأنه يقول ضعيف، وإن صح يبقى محمول على معنى كذا كما سنشرح. والذهبي قد نقل تضعيفه في الميزان، ها، وصدره بقوله: تكل ما فيه، اللي هو هل يقصد صاعد بن الحسن الرباعي الأديب الأندلسي المشهور أم الأخير محمد بن بشير المذكور ضعيف؟ طيب، كل ما فيه، ونقل فيه الجرح فقط، أما ابن حجر في اللسان فزاد قول البغوي: كان صدوقا. والصدوق ده تقبل روايته يعني،
مش في محل الطرح، مش في الضعيف يعني، بل هو يرتقي إلى الحسن لغيره مثلا. قال نرجع للمتن: فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ أيضا. لكن كأن الشرط ده اللي هو بتاع 70 أو 40 سنة، ها ويؤيد حديث أيضا فيه اختلاف، لكن أصح أنه حسن أو حجة، حديث إيه: إن الله يبعث على لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، ها حديث إيه اللي هو مجدد كل 100 سنة، وبعمل بحوث كثير عليها، وألف فيها الإمام السيوطي رسالة، وجاب المجددين في كل عصر، فقال عمر بن عبد العزيز في 100 الأولى وما إلى ذلك، وجابوا شروط المجدد وما إلى ذلك. وكم من حافظ وغيره أحفظ منه، انتهى. وعلى كل فإن توقف الحافظ العراقي هو السديد، والله أعلم. التوقف حلو ماشي، لكن لا يمنع من إيه؟ من إن احنا نجد معنى صحيح ونسير هذا المعنى، نعمله أو نعمل به. ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان. وقال أبو زرعة: الإتقان أكثر من الحفظ السرد، من حفظ السرد. وقال غيره: الحفظ المعرفة. طيب نجيب القول ده الأول. ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ، دلوقتي تكلمنا عن رتبة حافظ، بنتكلم في معنى حافظ. قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان. الأول هنجيب نمرة واحد فوق اللي هي إيه: وكم من حافظ وغيره أحفظ منه، انتهى. قال ذكر الإمام عوامة أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر، صفحة 43 و100، كما نقل هذا السؤال وجوابه أيضا الحافظ السخاوي في الجواهر أي والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر، ونقل من عنده تأييدا لكون شرط ابن سيد الناس ها أسهل من شرط المزي، كلاما وحوارا بين الإمام المنذري وشيخه أبي الحسن المقدسي، وهو الذي نقلته باختصار فيما سبق تعليقا في كتابنا هذا في صفحة 49. ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ أن ابن مهدي قال أن قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان. أسنده إليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهو في المحدث الفاصل والمدخل إلى علم السنن للبيهقي وحلية الأولياء لأبي نعيم والتمهيد لابن عبد البر، ثم رأيته في التاريخ الكبير للبخاري. هؤلاء ذكروا هذه العبارة عن ابن مهدي: الحفظ الإتقان. وقال أبو زرعة: الإتقان أكثر من الحفظ. لكن ابن مهدي سوى ورادف بين الحفظ والإتقان، لأن لا يكتفي بأن يحفظ فقط، بل يكون متقنا لما حافظه، يعني عنده دراية ودقة فيما حافظه، وعارف اختلاف الروايات واختلاف الألفاظ التي ينبني عليها اختلاف المعاني، فده إتقان الحفظ. فلو يبقى قصد بالحفظ الحفظ الخاص، وهو إيه؟ الإتقان. أو أنهم مترادفان عند ابن مهدي. وقال أبو زرعة: الإتقان أكثر من الحفظ، من الحفظ السرد. حفظ السرد إن أنا بحفظ كده بس، عارف أسماء الرجال وحافظها ورا بعض، والسلسلة حافظها، والكتاب حافظه، والمجلدات حافظها كده، مجرد سرد. سرد أي ليس فيه الإتقان، أي التحري في الألفاظ والمعاني والرجال وما إلى ذلك. وقال أبو زرعة أي الرازي: الإتقان أكثر من الحفظ، من حفظ السرد. أسنده إليه ابن أبي حاتم، وهو في المحدث الفاصل والمدخل إلى علم السنن وحلية الأولياء لأبي نعيم والتمهيد لابن عبد البر، ثم رأيته في التاريخ الكبير، ده خلصناها دي. ضمن الثلاثة: تهذيب الكمال في ترجمة يزيد بن هارون، اللي هي إيه؟ قال أبو زرعة: الإتقان أكثر من الحفظ، من حفظ السرد. جزاه الله خيرا بيرد الأشياء لمصادرها. وقال غيره: الحفظ المعرفة. والمعرفة اللي هو العلم، اللي هو الإيمان، اليقين، التقوى، دي كلها مراتب المعرفة.
إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. يعني ليس الحفظ مجرد حفظ السرد، لا، ده فيها معرفة بالمحفوظ وأحواله. قال ابن عبد المؤمن، قال عبد المؤمن ابن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد، قلت: يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال: لا، إنما كان عنده معرفة. قلت: فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال: نعم، ويعرف. الله الله الله. قال عبد المؤمن بن خلف النسفي: الخبر في تاريخ بغداد ترجمة علي بن المديني، وانظر شطره الآخر الأخير، يعني الآخر أو الأخير أو الآخر في ترجمة يحيى بن معين، وانظر ثناء علي بن المديني على يحيى بن معين من رواية صالح بن محمد هذا وغيره. قال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد، قلت: يحيى بن معين هل يحفظ؟ هو طبعا من الحفاظ، طبعا ده من شيخ البخاري. قال: لا، إنما كان عنده معرفة. خلي بالك إن المعرفة فيها زيادة معنى، أي الإتقان فيما يحفظه، لكن يعني قلنا الدقة، العلم بما يرويه. قلت: بخلاف النص اللي هو قالك عليه إيه، ها السرد ده، السرد لا، ما عندوش معرفة. قلت، قال: لا، إنما كان عنده معرفة. قلت: فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال: نعم، ويعرف في نفس الوقت. ماشي، نعم. هل المقصود بالمعرفة فقه الحديث؟ أحد أقسام، أحد الأقسام فقه الحديث، معاني الألفاظ، اللغة العربية للحديث اللي هي غريب الحديث، ها يعني ملم بالعلوم، لكن كأنه يعني أراد، غلبت عليه المعرفة عن الحفظ. لكن مثلا يبقى إيه، عنده معرفة وحفظ، لكن غلب عليه المعرفة بالإيه، بما يتعلق بالحديث، معرفة العلوم ومعرفة الصحيح والسليم والسقيم وما إلى ذلك. لكن علي بن المديني كان يحفظ وكان يعرف في نفس الوقت. ماشي. ومما روي في قدر حفظ الحفاظ، قال أحمد بن حنبل: انتقيت المسند من 700,000 حديث وخمسين ألف حديث. الله الله الله. ده بقى ما روي في قدر الحفاظ ما يحفظون. ومما روي في قدر حفظ الحفاظ، قال أحمد بن حنبل: انتقيت المسند من 700,000 حديث وخمسين ألف حديث، يعني 750,000 حديث. ماشي. جل هذا الفصل مستمد من جزء الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، الحث على حفظ العلم، وكتب التراجم كفيلة بأضعاف هذه الأخبار وبالأعاجيب. ورحم الله علماء الإسلام الذين أكرمهم الله تعالى بالخوارق، دي خوارق للعادات، نتيجة إخلاصهم في خدمة الدين. طيب، وقال أحمد بن حنبل: أسنده إليه الحافظ أبو موسى المديني في جزئه خصائص المسند، طبعة العلامة الكوثري، والمطبوع أول المسند طبعة الأستاذ أحمد شاكر، وذكرها الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء يعني. وقال: هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، أي أحمد بن حنبل. ثم قال: في تفسير كثرة هذا العدد نحو كلام البيهقي الآتي قريبا جدا، إنه بيحفظ 750,000 سند، لأن المتون كما قال مشايخنا متون الحديث باعتبار عدم التكرار، يعني ما يقولك خمس من الفطرة وعشر من الفطر يبقى حديث واحد بس، فمتون الأحاديث بهذه الصفة ها 60,000 متن كما نقلنا عن مشايخنا سيدنا نور الدين وغيره، منهم 20,000 متن صحيح، و20,000 يدور بين الحسن والضعف مختلف فيه، و20,000 في الضعيف والموضوع، ده المتون بس. المتون دي بقى لها ايه، قيل 1,000,000 سند او 3,000,000 سند للمتون ده. مثال ذلك ازاي، حديث الاعمال بالنيات له اسناد واحد صحيح،
وله 20 إسناد عن 20 صحابي آخر لكن كلها ضعاف، ومجموع أسانيده كلها عن الصحابة العشرين دول وعن سيدنا عمر 700، قيل 700 سند. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وقال إيه حديث إنما الأعمال بالنيات له 700، قيل له 700 سند. فده المعنى هنا وعنده يأتي بعد ذلك. قال وقال أبو زرعة الرازي كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، أو ها كأنه قال في زمن الإمام أحمد في زمن معين قال أنا بحافظ انتقيت ده المسند من 750,000. قال أبو زرعة الرازي لعل ذلك بعد زمن آخر أو قبل موت الإمام. ها قال أبو زرعة الرازي كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث. قيل له وما يدريك؟ قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. هذا بغلبة الظن أنه 1000 يعني مليون. وهذه الرواية عن الرازي قال في تاريخ بغداد، ذكره في تاريخ بغداد. وقال يحيى بن معين كتبت بيدي 1000 حديث، أو يحيى بن معين بنفسه. ها ذكره المزي في تهذيب الكمال، والذهبي في تذكرة الحفاظ. قال أحمد بن عقبة وفي تاريخ بغداد قال أحمد بن عقبة سألت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث يا أبا زكريا؟ قال قد كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. قال أحمد بن عقبة وإني أظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم 600,000 حديث، و600,000 يعني عنده 1,200,000. وذكر أبو موسى المديني في خصائص المسند عقب قول الإمام أحمد السابق عن عبد الله بن أحمد أنه قال كتب أبي 10,000 حديث. يعني 2,000,000، 10,000 يعني 2,000,000. حط 3 اصفار في الأول في 10 الأولى وبعدين لا يعني مليون. ها يعني مليون 10,000,000 يا ريت. جميل. كتب أبي 10,000 حديث ولم يكتب سوادا في بياض إلا قد حفظه. حفظ إتقان يعني. فإن صح هذا الرقم كان هذا أكبر عدد ذكر لإمام، إذ معناه أن الإمام أحمد كتب وحفظ 10,000,000 حديث. الله الله الله. في رواية عن الإمام، مع أن في رواية عن الإمام أحمد إنما كان بيحفظ ابنه أولا عبد الله الحديث، كان بيحفظه الأحاديث الموضوعة والضعيفة عشان يتقيها. قال له طب أنت حفظتني الضعيف والموضوع، قال عشان تتقيه. ها يعني حتى الضعيفة والموضوعة حافظها بأسندها خلاص. مع أن علي بن المديني يقول كما في تاريخ بغداد لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين، ومع ذلك فغاية ما كتب وكتب له 1,800,000 حديث. فأين 10,000,000؟ العلم بيرفع، إن الله لا يقبض العلم قبضا من قلوب العلماء وإنما يقبضه بقبض العلماء. نعم. وبالمناسبة أن علي بن المديني يريد بكلمته هذه عن ابن معين إفادة المخاطبين بعظم ما كتب ابن معين من السنة، سبحان الله، وبعظم الجهد الذي بذله في تحصيلها، فلا حاجة للاستدراك عليه بأن يقال عليه إن كلامنا عن حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا عن حديث آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام فمن بعده. وابن المديني هو الإمام الجهبذ، بل جهبذ الجهابذة من لدن آدم. قال له لا ده مش مقصود، ده مقصود المبالغة في النفي يعني. لكن ما وصلنا إلينا عن ابن معين مش بالكثرة دي خالص، بقى أكتر واحد كتب، ولا يصلنا، يدوبك عمله في الآخر قريبا خلال 10 سنين أو يمكن 20 سنة موسوعة ابن معين، جمعوا فيها أقوال ابن معين كلها اللي قالها وما روي عنه وما نسب إليه، موسوعة. لكن ما توصلش
لمثل هذه الأعداد الضخمة. إذن في شيء كثير من العلم ضاع، إلا أن الله حفظ أصول الشريعة ولم يحفظ كل الفروع سبحانه وتعالى. ماشي، الكتب اللي ذهبت في بغداد وفي الفرات وما إلى ذلك. الحمد لله. وقال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. هذا في تاريخ بغداد، وروي عنه قبل أخرجت هذا الكتاب، يعني الصحيح، من زهاء 600,000 حديث. وروي أيضا نحوه من طريق أخرى، أي وروى أيضا نحوه من طريق أخرى في تاريخ بغداد يعني. وانظر ما سيأتي تعليقا. ماشي. قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. قال الشيخ ابن العجمي، الحافظ ابن العجمي، قال في فتح الإله: هذا باعتبار كثرة طرقها مع عد المكرر والموقوف وآثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم مما كان السلف يطلقون على كله حديثا، يطلقون على كل ذلك حديثا، وحينئذ يسهل الخطب، فرب حديث له 100 طريق فأكثر، ولولا ذلك لشهد الوجود بخلاف هذه الدعوة. فإن الموجود في الكتب الحديثية، الكتب الستة وغيرها، صحيحها وغيره، لا يبلغ نصف هذا العدد بل ولا ثلثه، انتهى. قال ابن وهذا مأخوذ من كلام القمولي والزركشي فيما نقله عنهما الشارح في ألفيته، كما سيأتي نقل نحو ذلك عن العراقي. تاني العبارة بتاعت ابن العجمي، قال في فتح الإله، أي نقل ابن العجمي من كتاب اسمه فتح الإله: هذا باعتبار كثرة طرقها مع عد المكرر والموقوف. يعني حديث الأعمال بالنيات موجود في البخاري 9 مرات متكرر، يبقى هيتحسب حديث واحد، هيتحسب ايه؟ 9 أحاديث، إلا أنه ذكره مختلف الأسانيد بالفعل، مش بإسناد واحد، ولو اختلف شيخ البخاري فقط، ها، مع عد المكرر والموقوف وآثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم مما كان السلف يطلقون على كله، يطلق على كل هذا حديث، وحينئذ يسهل الخطب، يبقى ما فيش حاجة يعني ما تبقاش شيء عظيم يعني، يسهل الفهم من هذا الأمر، فرب حديث له 100 طريق فأكثر، فيدخل في الايه، في 100,000 أو 300,000 أو الاتنين مليون أو ما إلى ذلك، أو 10 مليون دول. فرب حديث له 100 طريق فأكثر، ولولا ذلك لشهد الوجود بخلاف هذه الدعوة، أي دعوة الملايين، لكن دعوة البخاري قريبة أكثر من دعوة 10 مليون، وأكثر من دعوة اللي هو 1,800,000. وبعدين خلي بالك، ده الإمام البخاري بيحكي ذلك في حياته، وطول ما هو عايش ما هو بيستزيد، ها، يبقى يزداد حفظه أكثر لأحاديث أخر. ولولا ذلك لشهد الوجود بخلاف هذه الدعوة، أي العقل يأبى هذه الدعوة، ها. فإن الموجود في والموجود أيضا فإن الموجود في كتب الحديثية، الكتب الستة وغيرها، صحيحها وغيره، الأحاديث الصحيحة وغيره، والمراسيل، ماشي، لا تبلغ نصف هذا العدد بل ولا ثلثه، اللي هو ايه، 100,000 حديث صحيح، او 600,000 حديث كما ورد عن البخاري، 600,000 حديث. وهذا مأخوذ من كلام القمولي والزركشي فيما نقله عنهما الشارح، اي الامام السيوطي، في شرح ألفيته، هذا كلام ابن العجمي فراجعه، كما سيأتي نقل نحو ذلك عن العراقي. فتح الإله هو شرح الإمام ابن حجر الهيتمي المالكي المتوفى سنة 74 و900 رحمه الله تعالى، على المشكاة، الله الله الله، طبع الحمد لله، مشكاة المصابيح، هذا من الكتب القيمة جدا في علم الحديث، مصابيح السنة للبغوي، وبعدين مشكاة المصابيح، وبعدين شروح كتيرة بقى على المشكاة،
منها فتح الإله المالك في شرح مشكاة المصابيح، هذا على مشكاة المصابيح للإمام الحافظ الفقيه الشافعي المجتهد المكي مفتي مكة، الإمام ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي. والقمولي بتخفيف الميم المضمومة هو نجم الدين أبو العباس أحمد ابن محمد القمولي الشافعي المتوفى سنة 27 و700، رحمه الله تعالى. له ترجمة عند السبكي، أي في الطبقات الشافعية الكبرى للسبكي، في الجزء التاسع صفحة 30 وغيره. وكلام الزركشي في النكت طويل، وكلام الشارح أي الإمام السيوطي ونقوله هذه جلها من عنده، أي من حفظ السيوطي. ولفظ الزركشي هنا قلت قيل إنه أراد المبالغة في الكثرة، وهذا ضعيف، بل أراد التحديد. وقد نقل عن غيره من الحفاظ ما هو أكثر من ذلك، وعلى هذا ففيه وجهان. كلام الزركشي في النكت طويل، وكلام الشارح ونقوله هذه جلها من عنده. ولفظ الزركشي هنا قلت قيل إنه أراد المبالغة في الكثرة، وهذا ضعيف، يعني قول إنه أراد المبالغة في الكثرة ده ضعيف، بل أراد التحديد، المليون أو المليون وتمنمية أو ما إلى ذلك، أو البخاري بالذات 100,000 وبعدين 300,000 ضعيف وبعدين 600,000 المجموع وما إلى ذلك. يبقى القول بأن هذا على سبيل المبالغة ضعيف، بل أراد التحديد، أراد العدد نفسه. وقد نقل عن غيره من الحفاظ ما هو أكثر من ذلك، وعلى هذا ففيه وجهان، أحدهما أنه أراد به تعدد الطرق والأسانيد، والثاني أن مراده بالأحاديث ما هو أعم من المرفوع والموقوف وأقاويل السلف. وعلى هذا حمل البيهقي في مناقب أحمد قول أحمد صح من الحديث 700,000 حديث، على أنه أراد الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والتابعين، ونضم الاثنين على بعض، يعني تعدد الأسانيد مع التطرق بالنسبة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وأحكامه وغزواته وأيامه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يضم إلى ذلك المرفوع والموقوف وأقوال الصحابة والتابعين وتعدد الطرق حتى بتاعت أقوال الصحابة والتابعين. ولذلك بتجد هنا ما يجيب قول عن أحد العلماء زي الشافعي أو ما إلى ذلك رضي الله عنهم أجمعين بيعدد طرقه، فقد يكون في طريق صحيح وطريق ضعيف، ويبحث الطرق دي كبحثه للحديث أصلا، للحديث النبوي، عشان يحكم عليه بالصحة أو بالضعف. وعلى هذا حمل البيهقي في مناقب أحمد قول أحمد صح من الحديث 700,000 حديث، على أنه أراد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة والتابعين وفتاوى علماء الأمة الأكابر زي الشافعي وما إلى ذلك. وأنت ترى أن جواب البيهقي إنما هو الوجه الثاني فقط، بخلاف كلام الآخرين ابن الصلاح والقمولي والذهبي وابن حجر الهيتمي وغيرهم، كلهم تواردوا على تفسير هذه الأعداد الكبيرة بالجمع بين الوجهين، وجه الطرق ووجه أيضا التوسع في لفظ الحديث بأنه يتضمن حتى الفتاوى، كلهم توردوا على تفسير هذه الأعداد الكبيرة بالجمع بين الوجهين، ولولا ذلك لكان الواقع لا يبلغ عشر معشارها كما قال الذهبي في السير. وفي كلام القمولي نقول عن الأئمة المتقدمين يتعين الوقوف عليها لتأييد كلام الذهبي هذا. ثم إن الزركشي أورد سؤالا على قول البخاري وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، فقال إن قلت فما فائدة حفظه لذلك؟ قلت التمييز بينها، بين الصحيح والضعيف وبين رتب الضعيف أيضا. ثم نقل كلام ابن راهويه أو ابن راهوية على طريقة المحدثين، وقال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث صحيح مسموع. ده الصحيح كتير قوي يا جدعان، من 300,000 حديث صحيح مسموع، هذا في تاريخ بغداد
دون لفظة صحيح الأخيرة، ها؟ ها وحذفها والظاهر صوابه والله أعلم. وقال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. الله الله. من تاريخ بغداد قال أبو داود السجستاني صاحب السنن: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن، اللي هو سنن ايه الامام ابي داود السجستاني. وقال الحاكم في المدخل: كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. يبقى عندهم كانت 500 دي هي الحد الادنى. سمعت ابا جعفر الرازي يقول: سمعت ابا عبد الله بن واره يقول: كنت عند اسحاق بن ابراهيم بن نيسابور، فقال رجل من اهل العراق: سمعت احمد بن حنبل يقول: صح من الحديث 700,000 وكسر. وهذا الفتى يعني ابا زرعه قد حفظ 600,000. نعم. قال البيهقي: أراد ما صح من الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين، ومش بيقف عند التابعين بس، أيضا فتاوى الأكابر زي فتاوى الإمام مالك، ها، وفتاوى الإمام الشافعي، ونقول النصوص عن الإمام الشافعي وأقواله. وقال الحاكم في المدخل: كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله بن واره يقول، قبل ما نروي الرواية نقرأ ما علقه الإمام عوامة. هو محمد أبو جعفر الرازي، هو محمد بن أحمد بن أحمد بن سعيد الرازي، ترجمه في الميزان، ميزان الاعتدال، وقال: لا أعرفه، لكن أتى بخبر باطل وهو آفته. وزاد عليه الحافظ في اللسان: تضعيف الدارقطني له. وذكر الذهبي أيضا هذا الخبر في السير في ترجمة أبي زرعة، وعلق عليه بقوله: أبو جعفر ليس بثقة. قلت: جزمه في أبي جعفر ليس بثقة فيه شيء من المبالغة، ومع ذلك فانظر ما تقدم تعليقا صفحة 50 على كلمة ابن أبي شيبة. قال: سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله بن واره يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم، أي الحنظلي بن نيسابور، وهو من كبار الحفاظ، فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث 700,000 وكسر. وهذا الفتى يعني أبا زرعة ها الرازي قد حفظ 600,000. هذا ذكر في المدخل إلى معرفة الكتاب الإكليل للحافظ الإمام الحاكم، ورواه الخطيب بتمامه من طريق الحاكم نفسه، وبهذا اللفظ عند ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر. وكلمة صح من الحديث لابد لها من تأويل كما أول هذه الأعداد الضخمة. وقد تقدم قريبا صفحة 64 ذكر قول الإمام أحمد بهذا الرقم بلفظ: انتقيت المسند دون كلمة صح. وتنظر الصفحة الآتية، لكن ممكن احتمال، لأن مش كل الطرق ضعيفة، ها، قد يكون في حديث كثير صحيح ورواياته بأسانيد مختلفة كلها صحيح فتعتبر صح من الحديث. ماشي، فاهم اللي بقوله؟ ليس للحديث إسناد واحد صحيح، ده له 10 أسانيد صحيح، فتدخل في ضمن الايه 600 او 300 او ما الى ذلك، تعدد الأسانيد الصحيح. ماشي، زي تعدد المتابعات يدخلها في الأسانيد الصحيح، ها، المتابعات والشواهد. طيب،
ونقل في السير عن الإمام أحمد قوله: نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة ها لم نضبطه، فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟ الله الله الله. فده ده المعنى للتعدد أيضا. نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة، نحن أي إذا كتبنا الحديث، إذا كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبع وجوه لم نضبطه، أي لم نكن متقنين فيه واثقين من حكمنا عليه، ماشي؟ فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد، أي من إسناد واحد؟ فكلمة الوجوه تتعدى يقصد بها تعدد الطرق. وفي الجامع عن أحمد أيضا: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. صحيح، دي عبارة ذهبية دي. الله أكبر الله أكبر. قال: ونقل في السير، أي سير أعلام النبلاء، للذهبي عن الإمام أحمد قوله: نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه. هذا في إذا مقدرة، هو يبقى نحن إذا كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه، لسه حد الضبط للحديث ده بعينه بخصوصه لم يتم. والحديث قال: فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد، كتبه من طريق واحد واكتفى؟ طيب، كأن الوجوه هي الطرق والروايات المختلفة بمعاني مختلفة، فكل طريق له في نهايته رواية خاصة ها بلفظ الطريق ده، ها بالزيادات أو نقص، ها في الحديث نفسه أو بكلمة زائدة أو عبارة زائدة، ها وهكذا. فتعتبر كل واحدة طريق لوحدها أو وجه واحد. وهو في الجامع للخطيب عن الإمام أحمد أيضا: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، مش هتفهم أصلا متن الحديث والمراد منه حتى المعنى الفقهي. ها والحديث يفسر بعضه بعضا، الكلمة اللي هنا ها تفسر كلمة الأخرى، واضح؟ في الرواية الثانية بإسناد تاني، أو جت روايات بإسناد وروايات تانية بإسناد مختلفة في الألفاظ، ها أي ولو اختلاف المعنى كاملا في الحديث باعتبار المتابعات. خلاص، يبقى تعدد الطرق، تعدد الوجوه اللي هو بيساوي تعدد الوجوه، تعدد الروايات، الزيادة والنقصان في الروايات كما سيأتي، ها شرح غريب الحديث، في حديث فيه شرح وحديث ما فيهوش شرح غريب، صحابي شرح كلمة والرواية الثانية ما فيهاش شرح الكلمة دي، يبقى دي اسناد لوحدها ودي اسناد لوحدها. فبتعدد هذه الامور يتم العدد الضخم ده للحديث. وايضا ان العلماء يلتفتون الى الاتقان بمعنى جمع الطرق كلها، وده ايه؟ وده الحكم النهائي على الحديث، وده اللي عمله الحفاظ، جمع طرق الحديث للحكم النهائي عليه ولتفهم معناه باختلاف الروايات، ماشي؟ ونقف عند هذا القدر ونكمل المرة القادمة، والله تعالى أعلى وعالم وعز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. في حد عنده أسئلة يا أولاد؟ خالص؟ نعم نعم، تاني ترجم لي ما؟ تفهم ما يقول؟ بعد من حجر؟ طب والسيوطي؟ ومن كانوا في عصر السيوطي السخاوي؟ ما هو دول حفاظ. ومتى نزل إليه أهل العصر اللي احنا فيه ده؟ إن الحافظ من حفظ مسند أحمد مثلا أو كنز العمال يعتبروه حافظ، بس طبعا إيه؟ ما قلنا ان رتبة حافظ دي قد يكون حافظ للمتون والاسانيد وليس فقيها، واضح؟ حافظ للمتون والاسانيد وليس فقيه، هيسمى حافظ لانه حافظ على طريق الحفظ فقط ولا لا 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 يدرك المعنى، وهذا موجود كقسم اشرنا اليه فيما سبق من انواع الحفاظ. وان كان يطلق عليه حافظ او يطلق عليه حافظ، لكن لا يستنبط الاحكام لانه ليس بفقيه، ما عندوش أدوات الاجتهاد بتاعة المجتهد اللي هي أصول الفقه وما إلى ذلك، لكن يسمى حافظ.
زي المجتهد، يسمى مجتهد لأنه ألم بأصول الفقه وفروع الفقه وقواعد الفقه فأصبح مجتهد فقيه، لكن ليس بحافظ. ومنهم من جمع بين الاثنين زي النووي والحافظ ابن حجر والسيوطي وهكذا، وأيضا السخاوي. ماشي، والله تعالى أعلم. في حاجة تانية؟ سؤال تاني؟ نعم. الفرق بين إيه؟ القوانين، القواعد الفقهية والأصولية. هناك فروق كثيرة. القواعد الأصولية مضطردة صيغة بشرط أنه لا يمكن الاستثناء منها، إن الاستثناء موجود داخل القاعدة نفسها. من القواعد الأصولية الأصل للوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، ابحث بقى عن قرائن الصارفة، فدي قاعدة مصاغة لا استثناء منها، مضطردة. لكن القاعدة الفقهية ليست مضطردة، أغلبية. ها، تعريف القاعدة الأصولية: أمر كلي ها تندرج تحته جزئيات كثيرة يعرف منه، أي من الأمر الكلي، أحكامها. فإذا زودت دي القاعدة الأصولية، إذا زودت كلمة غالبا دي القاعدة الفقهية، ها يعرف منها أحكامها غالبا. ليه؟ لخروج كثير من الفروع ودخولها تحت قاعدة تانية غير القاعدة اللي بنتكلم عليها، ها وجود استثناءات كثير في القواعد الفقهية. فده الفرق بين الفقهية، ده أول فرق مهم بين الفقهية والأصولية. ماشي، إيه تاني؟ والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ايه ده هو يرويته في البخاري، الاعمال بالنيات تسع مواضع في البخاري، وكل موضع الاسناد مختلف وساعات يتغير اللفظ، وده يدل على ان كثير من العلماء يرون الروايه بالمعنى. ساعات يقول الاعمال بالنيه من غير ما يقول انما، وساعات في اول بخاري انما الاعمال بالنيات، وفي روايه تاني العمل بالنيه، يعني في كذا روايه. ها، فده يدل على جواز الروايه بالمعنى اذا كان متقنا للمعاني، ها، واي روايه فيها بتؤدي لنفس المعنى. انما اعتبار الاعمال بالنيه، اعتبار اعتداد الشرعي للاعمال بنياتها التي نواها الانسان. الايه؟ المتن. اه، الامر ده قلنا ان علم الحديث ده انتهي منه كما يقول العلماء، سيدي نور الدين نضج واحترق خلاص، الحكم على الحديث ثابت خلاص، ما عدا النادر جدا لما تطبع مخطوطه جديده وفيها احاديث باسانيد ولم ترد في الكتب المطبوعات الان التي حكم عليها الحفاظ والعلماء، وده نادر جدا. الا اللي يشتغل بقى اشتغال دقيق بعلم الحديث وبالمخطوطات وطبع ما المخطوطات الحديثيه السابقه. وقع لي الفقير لكن ما كملتش البحث، حديث قالوا ان هو ضعيف، وفجاه وجدت ان في مخطوطه لاحد الاجزاء طبع فيها الحديث باسناد تاني غير الاسناد اللي هم حكموا عليه بالضعف، وكنت عايز بقى اكمل البحث، هل الاسناد دي صحيح متصل ولا لا، او ضعيف ولا صحيح. لو كان كده هيصحح الحديث الضعيف ده. ماشي، فدي يعني توسع وتخصص في علم الحديث. ماشي، حاجه تانية يا اولاد، يلا قوموا الى صلاتكم.